السلام عليكم مشاهدي بقناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، صباح الخير والبركة والأمل والتيسير لجميع المتتبعين الأوفياء لقناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم، القلب ديال المدينة ديال الصفات، العاصمة ديال الشاوية. أجواء باردة صبيحة هذا اليوم من القلب ديال المدينة ديال الصفات، العاصمة ديال الشاوية. كنحييكم مجددا متتبعينا مشاهدينا الاوفياء، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، جمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. اجواء بارده وطقس بارد اليوم الجمعه بالمدينه ديال الصفات، رغم البروده ديال الطقس، الوليدات كيلتحقوا بالمؤسسات التعليميه ديالهم. كنتمنوا لهم حظ موفق وحظ سعيد لجميع يعني الوليدات اللي كيتوجهوا للمؤسسات التعليميه، الناس اللي كيتوجهوا للعمل ديالهم، يعني كنقول لهم حظ موفق وحظ سعيد للجميع، لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء لقناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال الصفات، العاصمه ديال الشاويه. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء. كنقول لكم هذه الاجواء من القلب ديال المدينه ديال الصفات، العاصمه ديال الشاويه، الصفات بلادي. حظ موفق لهاد الطلبة، هاد الوليدات، هاد التلاميذ اللي كيدخلوا المؤسسات التعليمية وكيلتحقوا بالأماكن العمل ديالهم، الأماكن الدراسة ديالهم. كنقول لهم حظ موفق وحظ سعيد، حظ سعيد. أجواء باردة من القلب ديال المدينة ديال الصفات، العاصمة ديال الشاوية، الصفات، الصفات بلادي، الصفات الجميلة والرائعة. هذه الأجواء الصباحية صبيحة هذا اليوم من القلب ديال المدينة ديال الصفات. كنحييكم متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة والأمل والتفاؤل لجميع المتتبعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال الصفات، العاصمة ديال الشاوية. أجواء باردة صبيحة هذا اليوم الجمعة بالمدينة ديال الصفات، هاد الأيام يعني كتعرف واحد الموجة ديال البرد القارس أو ما يسمى بالصقيع. كتكون الأجواء باردة خصوصا بالليل وخصوصا في الساعات الأولى من صباح يعني في الساعات الأولى من صباح اليوم، من كل يوم يعني كتكون الأجواء باردة. هذه هي الأجواء من القلب ديال المدينة ديال الصفات، بغينا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم، يعني بغينا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي برد، كاين شي سميق اللي عندكم تما كاين في المدن ديالكم. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، كنحاولوا نقلوا لكم هذه الاجواء يعني من زوايا مختلفه من المدينه ديال الصفات. ما كنحاولوش يعني نقتصروا على وسط المدينه او الارجاء ديال المدينه، ولكن كنحاولوا يعني ان نشوفوا جميع المناطق، الاوجه ديال المدينه، باش تكون عندنا واحد صورة يعني شاملة على الأجواء بالمدينة ديال الصفات. هذه هي الأجواء من القلب ديال المدينة ديال الصفات، العاصمة ديال الشاوية، الصفات، الصفات بلادي، الصفات الجميلة والرائعة. كنحاولوا نقلوا لكم منها هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايرة عندكم بالمدن ديالكم. بالنسبة للكلام اللي كيتوجهوا للمؤسسات التعليمية، الطلبة، الطالبات، كنتمنى لهم حظ موفق خصوصا بعد
هاد الفترة ديال الهدر اللي عرفتها يعني جل المدارس ديال المملكة، يعني كان بالنسبة للمدارس أنهم كانوا يعني ما كانش الدراسة كانت متوقفة، مما تخلقات واحد العديد من الأمور يعني بالنسبة للجميع. كنحاول نقل لكم متابعينا ومشاهدينا الأوفياء قناة شوف تيفي من القلب ديال المدينة ديال صفات الأجواء بالعاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء من قلب مدينة صفات. يعني خصوصا اليوم الجمعة كنتمناو يعني حد موفق للجميع، جمعة مباركة للجميع، لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال صفاقس العاصمة ديال الشاوية. كنتمناو للجميع بداية يوم موفق، كنتمناو للجميع بداية يوم موفق، وحد موفق للجميع. الناس اللي كيتوجهوا الأماكن العمل ديالهم، الناس اللي كيتوجهوا للدراسة ديالهم، كنقول لهم بداية يوم موفق للجميع، بداية يوم موفق للجميع رغم يعني البرودة ديال الأجواء والبرودة ديال الطقس. الكل كيتوجه للأماكن العمل ديالو، المؤسسات التعليمية. كنتمناو حظ موفق للجميع، الوليدات تلامذة الطلبة الطالبات اللي كيتوجهوا لجميع المؤسسات التعليمية. هذه الأجواء الصباحية من سطات بلادي، سطات جميلة ورائعة اللي من خلالها أننا كنقول لكم هذه الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء. كنقل لكم هذه الأجواء من مدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. بداية يوم موفق، جمعة مباركة للجميع، يعني جمعة مباركة للجميع. مباركة للجميع، لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من قلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. سطات بلادي، سطات جميلة ورائعة. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. كنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح سعيد، جمعة مباركة لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الجمعة من المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر صباح اليوم بالقلب ديال مدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل. كنقول لكم مجددا صباح سعيد، بداية يوم موفق، جمعة مباركة، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع.